السلام عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده، هي كرواسون بالفرماج وكرواسون بالسيترون. الا بغيتو تشوفوا الوصفه بقاو معايا ندوزو المقادير. دابا غادي ندوزو المقادير. انا شريت هاد كرواسون، ها هي راه خاويه من الوسط، ما فيها حتى شي حاجه. ندوزو دابا المقادير. عندي شويه ديال الفرماج مزيان، عندي شويه الطون، واحد المعلقه كبيره ديال الطون، عندي الزعتر، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الدقيق المدخن، شويه ديال المايونيز، وعندي فرماج ديال الساندويتش. نتوما ديروا اللي بغيتو. هاد الحشوه هذه ما تقيدوش بها، ديروا اللي عندكم في الدار. دابا غادي ندوزو الطريقه. شوفوا معايا، غادي نقبطو ونحلوه من الدار. اي كرواسون شريتو واخا على الله ما تكون ديال درهم، المهم تعمروها شي حاجه نتوما كتعجبكم. دابا راه عندي جوج حشوات، عندي هذه ديال مالحه، وعندي وحده حلوه ديال الحامض. غندوزو لكم ان شاء الله بجوجهم. دابا ممكن تكونوا غاديين عند عائلتكم ولا عندكم شي جروب، كل خطره كتجمعوا عند شي واحد. ديو بحال هاد الكرواسون هكا منوعه باي حشوه بغيتو. هانتوما كتشوفوا معايا، درت هاد المعلقه ديال المايونيز، معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الطون، درت شويه ديال الزعتر، واحد شويه ديال السودانيه اختياريه، تقدروا تبدلوا نتوما اللي بغيتوا. هانتوما شوفوا معايا انا فاش خلطتو. انا من بعد ما خلطت هادشي كامل شتي كيف جا، غادي ناخذ هاد الكرواسون ديالنا، غادي ناخذيه هكا واحد الكونتيتي صغيره هكا، ندهنيه شويه هكايا. قبضت هاد الشريحه ديال الفرماج بحال هكايا، وكندير معاها هاد الديك المدخن. كيجيو مع هادو صغيورين كيجيو مزيونين بزاف. وغادي ندهنها بطبيعة الحال واحد شويه هكايا، مش حتى واحد 10 دقائق تدخل الفران، غير شويه تخرج. وغادي نزينها بفرماج هكايا. انا نبقى معاكم، نزيدكم وحده اخرى عاوتاني نوريها لكم. هانتوما شوفوا، بحال هكايا. انا غادي نزينو بشويه ديال الفرماج، ما تفوتوش 10 دقائق 5 دقائق يكون الفران سخون وتخشيوهم دغيا. باش ندوز معاكم دابا الوصفه ديال الثانيه ديال كريم ديال الحامض. دابا غادي ندوزو للشكل اللي حلو. عندنا غير جوج حوايج صافي، عندنا الكريم ديال الحامض. دابا نحط لكم المقادير في صندوق الوصف، وعندي القشر ديال الحامض اللي تزيين. هاد الحامض راه انا دايره كاس كبير ديال الحامض مع 3 معالق سنيده، معلقه كبيره ديال الطحين، جوج صفار ديال البيض، ومعلقه صغيره ديال النشا. وكنحط كلشي، كيكون هاد المقادير كلهم يكونوا باردين، كنخلطهم مزيان ونقص البوطه ونخليه يبقى نخدمهم حتى كيولي اختار. ومن بعد حتى كنطفي البوطه كنزيد معلقه ديال الزبده صافي، وكنحطو يبرد. انا دابا نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف، وان شاء الله دابا نصورها حتى هي معاكم. دابا غادي ندوزو باش نعمر هادو، ساهلين هادو بزاف، كيجيو زوينين. شوفوا معايا وانتوما، نقبط بحال هكايا ونعمرهم. انا دابا وريتكم وصفه مالحه ووصفه حلوه، هادو زوينين كيجيو بزاف، كيعجبوني انا. والا شي خطره كنبغي نمشي نشريهم كنلقى فيهم دايرين لوغو ديال لاغون ديال الحامض، ما كيعجبنيش الحال الحقيقه. غنعاود معاكم وحده هانتوما، شي حاجه كتجي زوينه بزاف باشياء بسيطه عندكم وتديوها معاكم للمناسبات والاصدقاء ديالكم. هانتوما شوفوا معايا، انت
نتوما كتشوفوا معايا الكريمه اللي شاطليه، انا درتها فواحد البوش ودرت واحد البوق. هذه المرحله اختياريه، تقدروا ديروها بمعلقه. ها نتوما شفتوا انتما كتشوفوا معايا، انا درتها فواحد البوش. هذاك الكريم ديال السيترون اللي شاطي درتها فواحد البوش، ممكن تزين بها من الفوق، ممكن دينا راه معلقه هكايا وديروا قشر حامض ولا ديروا اللي بغيتوا. انتما نوريكم وحده، كنزينو بهذا القشور الحامض بحال هكايا. هاد القشور الحامض ولا اللوز إيفيلي ولا اللي بغيتو، الزين كيبقى اختياري، اللي بغيتو ديروه ديروه. صافي، نهاية الوصفة هي هادي. هانتوما شوفوهم كيف كتجيو، كنتمنى تجربوهم وخليولي في لي كومونتير لكاين شي تساؤلات. الى اللقاء في وصفه جديده.